طيب عايزه اتكلم معاكي عن الجمباز. هو لسه طبعا داخل نادي الزمالك اصلا جديد، فاهمه ازاي؟ فدي حاجه يعني جميله جدا، وفكره انهم يجيبوا بطله زيك، بطله على مستوى افريقيا وعامله نتائج محترمه على مستوى كاس العالم، صح كده؟ مش بطولات العالم، البطولة ان شاء الله اللي جاي اعمل سكور ان كويس. شاء الله. فده طبعا بيقول ان الناس في الزمالك مش مجرد مدخلين اللعبه للاطفال الصغيرين وخلاص، لا هم كمان بيحاولوا انهم يعملوا فيها نتائج على مستوى الكبار كمان. الصاله كمان بتاعت الجمباز في نادي الصالة كويسة الزمالك، قوي. عايزاكي بقى تكلميني عن الصاله في نادي الزمالك، ايه الدنيا عامله ازاي؟ احنا مدخلين اللعبه جديده عندنا، شايفه المستوى واصل لحد فين؟ ما انك بطله يعني وعندك خبراتك، فعايزاكي تكلميني عن الموضوع ده. هو جمباز بادئ في الزمالك من 2018، بس هي الصالة حلوة قوي وتقريبا أحسن صالة في مصر. المستوى في الأول خالص، يعني في أول سنة أو سنتين، ما كانش أحسن حاجة، برضو الناس لسه بتفهم، مش جايبين لعيبة من زمان، مش فاهمين قوي أصلا اللعبة بتتعمل تتلعب إزاي. بس دلوقتي من سنة مثلا أو من سنة أو سنتين، لأ الزمالك بقى باين في البطولات. هما كلهم لسه صغيرين، يعني مفيش حد كبير تقريبا في الملعب غيري، فكله بقى صغير قوي. 2010 انت اكبر حد. انا اكبر حد والواحد اوكي. دي بقى، فكله 2010 و2011 وصغيرين قوي، بس هما كويسين قوي وقدام بجد هيبقوا كويسين قوي. فانا اوكي. يعني بعد كام سنة ان شاء الله الزمالك هيبقى في حتة كويسة قوي في اللعبة. بس هو اي نادي اول ما بيبدأ برضو في الاول بيبقى الدنيا مش احسن حاجة، عمال ما يعمل لعيبه كان في ويفهم. خبيرة جابوها اختارت الناس دي تقريبا روسية، صح؟ اوكي. لا هم كويسين، سواء خبيره كويسه قوي. هي بتدربك برضو؟ لا انا بيمرني كابتن احمد ابو العلا، هو اوكي، مدرب المنتخب ومدرب نادي الزمالك. ومدرب نادي الزمالك. طب ده شيء عظيم جدا. يعني الصراحه انا جيت الزمالك هو اصلا طبعا نجل كابتن ابو العلا رئيس الجهاز، صح كده؟ انا كابتن ابو العلا مراني زمان برضو جمباز فني بقى، يعني اول ما ادخل ترامبلين كان هو المدرب بتاعي، اوكي. واسلام ابنه الكبير هو اللي مراني اول 7 سنين في اللعبه ده العيله كلها اللي كلها مراني. شاهده على مسيرتك. وبعدين بقى احمد وعيلة السنه دي.